المضطهد يصير تلميذا، أو المضطهد يصير مضطهدا. يعني فعلا دي معجزة كبيرة جدا، إن العدو يتحول ويكون صديقا، أو العدواني والإرهابي يتحول ويكون إنسان وديع وهادئ ومحب. هذا ما سنراه اليوم في حياة شاول أو بولس الرسول. في أعمال الرسل صح 9، أريد أن أقرأ لكم بعض الكلمات من صح 9، الأعداد الأولى من أول 1 لغاية 2. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجامعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. طبعا هنا بنشوف قد إيه إن شاول بينفث يعني تهدد، يعني كل كلامه تهدد، كل تركيزه إن هو يقضي على هذه الحركة الجديدة، حركة المسيحية التي كان يعتبرها تهديدا لليهودية التي ينتمي إليها. كتير بنلاقي ناس مثلا نشأوا في عائلة متدينة، فنجد إنهم بدأوا يتعمقون في التدقيق الحياتي أو السلوكي، ونجد إن الشيء طبيعي. لكن عندما يكون الشاب أو الشابة في طريق بعيد خالص عن الديانة، ويعني يعملون أخطاء علنية وبكل إصرار وعناد، ثم يتحولون إلى حياة الإيمان، بنجد إن هذا شيء يعتبر معجزة. لكن هي معجزة متكررة وحادثة كل يوم. كل يوم هناك أناس كثيرون وكثيرات يتعرفون بالرب ويتركون الحياة الأولى الشريرة المخجلة ويسلمون حياتهم لله. اليوم نتحدث عن واحد من هؤلاء الناس أو إحدى هذه المعجزات، شاول الطرسوسي. شاول الطرسوسي كان إرهابي كبير، وكان يعني مركز جدا على القضاء على المسيحية، ورغم إن هو طبعا كان متعلم تعليم عالي على يد غمالائيل من كبار المعلمين اليهود، وكان أيضا شاب، وكان يعني لديه حيوية وحماس، لكن للأسف كان بيوجهه توجيه خاطئ. طبعا هو كان له النوايا الحسنة، ولكن بغير دراية، يعني بجهل. كان نيته أنه يخدم الله، لأن ربنا قال ستأتي ساعة يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. رغم أنه هو شاف استفانوس وهو بيتعذب وهو بيرجم بالحجارة، بل بالعكس كان شاول هو الزعيم أو المشجع لهذا العمل المجرم، فكان يجمع الملابس الراجمين ويشجعهم على أن يقضوا على هذا البطل بطريقة وحشية. لكن هو يعني في أشياء كانت لها تأثير على شاول من هذه الحادثة، رغم أن الأغلبية كانوا ضد استفانوس، إلا أن استفانوس استعرض خطاب كبير وكان يشرح فيها معاملات الله مع شعبه من أول دعوة إبراهيم من أرضي ومن عشيرتي، ومن طبعا بعد إسحاق ويعقوب ويوسف الذي جاء مصر وأصبح وزيرا كبيرا، ثم أحضر إخوته يعيشوا في مصر، ثم بعد ذلك أرسل الله النبي موسى لكي يخرج شعب الله بمعجزات عظيمة. وذكر إن موسى النبي تنبأ عن سيد المسيح، وطبعا دي هي أهم حاجة في رسائلنا، هو سيد المسيح. بدون المسيح تبقى الوعظة مش وعظة طبعا. فبيقول إيه؟ نبيا مثلي سيقيم لكم الرب،
إلهكم من إخوتكم له تسمعون. أعمال 7:37، نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. هنا كان بيشير للمسيح، وهو حب يثبت أن مجيء المسيح ما كانش جاي من فراغ، وقال لهم أنتم صرتم مسلمي وقاتلي، أنتم وأباءكم دايما كنتوا بتقاوموا الأنبياء، فلما قتلتوا المسيح ده حاجة شيء مش غريب عليكم. فطبعا لما سمعوا هذا حنكوا، حنكوا يعني غضبوا جدا وامتلأوا غيظ، فعشان كده سحبوا استفانوس لخارج المدينة لكي يرجموه بكل عنف وكل ضرابة. وطبعا أما هو فشخص إلى السماء، كان وجهه مثل الملاك، يعني انبثق نور سماوي على وجهه بابتسامة وصفاء نفس بدون أي خوف بدون أي وجل، وكان ممتلئ من الروح القدس، وكان لا يخاف الموت. وقال إنه نظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله، رؤية عظيمة جدا، تعتبر يعني رؤية نادرة، ولكنها تصف المشهد السماوي، ربما يكون مختلفة عن المتبع أو اللي هو المعتاد أن يسوع صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، لكن هنا نجد أن يسوع قائما أو واقفا. فوقوف السيد المسيح كان يعتبر نوعا من التشجيع والتحية والرضا عن عما يعاني القديس استفانوس في آخر لحظات حياته. وبعدين لقى ان استفانوس بكل رضا وبكل هدوء يقول ايها الرب يسوع اقبل روحي، يخاطب يسوع المسيح ان يقبل روحه. لكن ما لم ينسى شيئا مهما في اخر حياته، رغم الالام ورغم الجروح ورغم العداوة القاسية التي لقاها من هؤلاء اليهود، الا انه سجد على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم لكي يسمع الجميع إنه يحمل حبا لا حقدا. لقد كانوا يكرهون استفانوس ويكرهون دعوة استفانوس، لكن كان استفانوس يحمل لهم كل تسامح وغفران. قال استفانوس يا رب لا تقم لهم، يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة، يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة. ما تقومش لهم هذه الخطيئة يعني سامحهم ازاي؟ دي صعب قوي لما مثلا المذيع في التلفزيون يستدعي مثلا سيدة حصل ويسألها يا ترى ماذا تقولين لهؤلاء القتلة الذين قتلوا ابنتك مثلا على باب الكنيسة، وحدث هذا في امبابة، فتقول السيدة المؤمنة أني أدعو أن الله يهديهم. فينظر المذيع بكل استغراب واندهاش، قتلوا ابنتك وأنت تدعين لهم بالغفران وأيضا بالهداية. إذ قال هذا رقد، كان شاول راضيا بقتله. وطبعا أكيد شاول سأل شيوخ اليهود والرؤساء ف عززوا لدى شاول الروح الكراهية للمسيحية، وكانوا بيسموها الطريق. الطريق يعني بدعة أو نقول عليها حركة جديدة، وربما عشان المسيح كان بيطلق على نفسه اسم الطريق والحياة. فالمهم أن تأثر بولس أو شاول بكم بعض الأشياء، مثلا عزة استفانوس كانت وعظة شاملة، وطبعا شاول كان دارس للعهد القديم بطريقة يعني دقيقة جدا، فطبعا قد إيه استوعب إن هذه المقارنة مقارنة صحيحة، اللي هي استعراض تاريخ معاملات الله مع شعبه في القديم، ومجيء المسيح مصداقا للنبوات، وخصوصا نبوة موسى النبي.
بتأثر أيضا باستنارة وجه استفانوس، كان وجه استفانوس مشرق وأيضا كان مثل الملاك ويشع نورا ويشع أيضا هدوءا وسلاما. رأى هذا أنه شيء بعكس الطبيعة، إنسان يلقى هذه القسوة وهذه المعاملة الفظة والحادة ثم يكون في منتهى الهدوء، هذه معجزة كبيرة. والمعجزة الأكبر عندما ركع استفانوس وقال يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، كيف يهتم هذا الشهيد في آخر لحظات حياته أن يشكر الله وبل أن يطلب أن يسامح هؤلاء رغم أنهم كانوا منتهى القسوة. الحقيقة شاول كان متأثر لكن كان مترددا، وكان لا يريد أن يتخلى عن ديانته اليهودية، وإمعانا في اضطهاد المسيحيين أخذ يعني إذن من رؤساء الكهنة أنه يقبض على أي إنسان يتبع الطريق أو يتبع الدين المسيحية سواء رجال أو نساء ليحضرهم إلى أورشليم للمحاكمة. وهو في طريقه إلى دمشق أبرق نورا حوله، نور مثل البرق لدرجة أنه سقط على وجهه ولم يستطع النظر، لأنه مثلما تنظر إلى الشمس مدة كبيرة فهذه تخطف البصر ويتعب النظر، فهو عشان كده سقط وهو لا يستطيع أن يرى، ولكن سمع صوتا واضحا جدا: شاول شاول، يعني إذا ما سمعتش الأولانية تسمع الثانية، شاول شاول أنا عارفك وأنا بندهلك بالاسم شاول شاول. يعني كتير لما نحب نقول حاجة لأولادنا نقول يا فلان يا فلان اسمعني كويس، وساعات نكرر الكلمة، التكرار علامة التأكيد وعلامة